مساء الورد والسعادة. بعد أسبوع كامل من تعب الشغل والدوام من جهة، ومسؤوليتك وتربيتك لعيالك من جهة ثانية، أكيد تحتاجين أن أنت تروحين عن نفسك وتفصلين تماماً عن هذا الجو. الجو ثاني، جو هواء الطلق مثل اللي أنا قاعدة فيه، عشان تجددين نشاطك وتعودين مرة ثانية بحيوية لشغلك ولبيتك. إحنا النساء اهتماماتنا كثيرة وكلها مهمة، وإحنا اخترنا في كل حلقة أن نركز على كل مهم بالنسبة لك عزيزتي المرأة. إيش رأيكم الحين نروح لملخص تفصيلي عن فقرات حلقة اليوم؟ بنشوف في هالحلقة موديلات شتاء 2018. اشتغلنا على سلهام شتوي من الشاموال الإيطالي. تقنية لتغذية البشرة وكيفية التعامل مع عناد طفلك. إذا عندك مشكلة مع طفلك، الطفل الهادي السلبي. كل بلد له زيها اللي تعتز فيه اللبس التقليدي، وطبعاً إحنا في الخليج عندنا العباية اللي نعتز فيها. اليوم معنا ماركة عسيف، ماركة قطرية 100%، قدرت إن هي تطور من البشت القديم للشيء الحديث. طبعاً في عام 2017 قدرت إن هي تتعاون مع الفنانة التشكيلية هيفاء السادة اللي إحنا اليوم مستضيفينها. يا مرحبا يا هيفاء. يا هلا ومرحبا فيك. هيفاء، لو تقولين لنا عن بداياتك مع مصممة الأزياء عسيف، شلون كانت البداية؟ في البداية المصممة عسيف كان عندها تصور أنها تدمج بين الرسم والخامات اللي عندها، وكانت تدور على فنان قطري أو فنانة يرسمون من البيئة القطرية. ويوم جات واقترحت علي، أنا ترددت، خوفت إن ما كانت عندي تجربة من قبل على الرسم بالقماش، أو إني استعملت ألوان على خامات مثل هالخامات اللي تستعملها. تخوفت، لكن مع الاجتماعات اللي صارت بيني وبينها قعدنا وجربنا الألوان على الخامات وجربنا ثباتها على الألوان، وشون يوم تنشف، هل تستمر الألوان بنفس اللمعان بنفس القوة ولا لا؟ المعروف أن عسيف ابتدت من زمان، من 2013 تقريباً، أن هي ابتدت في البشوت، وابتدت أن هي تستخدم الطرق الحديثة عشان تبين أن البشت قديم حديث. كون إن هي معروفة من 2013، هالشيء ما طمنك إن أنتي تشتغلين معاها؟ بالعكس، أنا رجعت لشغلها، ويوم شفت جودة الخامات اللي تستعملها والتصميم النهائي شلون يطلع بدون رسم كأنها لوحة فنية، فقلت شلون إذا أنا دخلت صج الفن على فنها، هي فنها في التصميم، فنها في اختيار الخامات والخيوط، قلت أكيد بتصير كل قطعة لوحة فنية. هيفاء، ممكن تقولين لنا عن التصاميم الجديدة حق 2018؟ اشتغلنا على سلهام شتوي من الشاموال الإيطالي، ودمجنا الرسومات اللي من البيئة القطرية وبألوان خفيفة على القماش نفسه. عسيف تهتم بكل التفاصيل، سواء كانت من داخل القطعة أو من برا القطعة، وهالشيء واضح حتى دمج الألوان، يعني ما في ألوان تلاقينها يعني واضحة وايد أو نافرة من القطعة. جربنا كل الدرجات لين ما احنا اتفقنا أنا وياها على درجة تناسب، واخترنا بعد رموز ثانية تعبر عن قطر مثل ما نشوف هنا المها، ودمجنا اللون العنابي بالكيبات هذه. كيبت هذه تلبس في الشتاء في المناسبات، أو تلبس حتى في السفر. هني المصممة دمجت الفرو مع الكير. شنو عندكم بعد تصاميم ثانية؟ احنا بعد عندنا بشوت شتوية فيها زخرفة عسيف. زخرفة عسيف كل سنة تدخلها في التصاميم بطريقة غير مختلفة وبألوان مختلفة. هاي خط عسيف المعروفة فيه. أي الزخرفة هذه هو يعتبر مثل توقيع عسيف. وفي بشوت ثانية دخلت فيها أقمشة مختلفة، قماش الشال وبألوان مختلفة. الله، هني قماش الشال مع قماش الشموا. هي دخلت البشت
طريقه حديثه تقريبا. ايوه هاي تصميم للبشت. الشال حطت شيئين مع بعض. طبعا هالستايل موته ما تروح مع مرور الوقت، نقدر نحن نحط اشياء بسيطه تجدده. اي اكيد، لانه مجرد بشت تطور تصميمه. ايوه صح، مثل ما تشوف هنا بعد الكيبات دخلتوا فيها الفرو، وطبعا مطرز بالتطريز البريسم. شوفي الالوان شلون، الالوان دمج الالوان اللونين مع بعض، مع لون الفرو صحيح ولون القماش. مثل ما تشوف هنا الكيبات اللبس حق سهرات، لان القماش فيه لمعه، نشوف التفته الايطاليه برا اللمعه اللي فيها، والشموال الفرنسي من داخل. وعندنا بعد قطع ثانيه استعملنا فيها الشموال، ودخلنا فيها رموز الحيوانات من برا بيئه قطر، بس دمجنا فيها اللون العنابي مثل ما نشوف هنا. الله، طبعا الكيبات هذه كاجوال، اقدر البسها في السفر واقدر البسها هني. يلبس تحتها عبايه صح؟ اي تلبس تحتها عبايه، وتلبس بعد في الجلسات العائليه الخاصه. أيه. في البر وكذا من غير عبايه. حلوه. شنو بعد عندك؟ مثل ما تشوف هنا الحين العبايه اللي هني، عبايه بالمخمل والبطانه تصلح حق هالاوقات هذه. البطانه حرير. والعبايه الثانيه هي نموذج للمجموعه الجديده ان شاء الله راح تنزل، دمج بين العبايات والرسم. هذه؟ اي انت اللي رسمتها بعد؟ اي الجناح هذه رسم يدوي. مثل ما العبايه اللي انا لابستها بعد. رسم بسيط يدوي، ان شاء الله بتكون الفكره متطوره عن هالفكره حق المجموعه الجديده. الحين بنتو في عبايتين، عبايه عمليه وعبايه للسهره. عباية السهرة هذه استعملت فيها ورد أكريليك والكريستال سورافسكي، والتطريز كامل تطريز يدوي زي ما تشوفين، يبين عليها قيمة. أخ موايد، والعباية العملية هذه اللي مميز فيها أن الخيط 3D، ما يعطيك لون واحد، يقلب على اكثر من لون. اشوف شو الخامه كريب من النوع اللي ما يتكسر بسهوله. اي هذه تلبس يوميا عادي يعني حق الدوام، حق السفر، حق اي يوميه عاديه، ثانيه حق المناسبات. ومعنا اخر قطعه الحين نشوفها هيفاء مع بعض. نشوف اخر قطعه، هذا سلهام من التصاميم المغربية. السلهام وهي هني دخلت دمجت بين السلهام المغربي وتصاميم القطرية، يعني دمجته بين اللبس المغربي مع لبسنا الخليجي. عبارة عن إيش؟ تشرحين لنا القطعة؟ القطعة التفتة إيطالي، والمخمل البطانة، المخمل الفرنسي من داخل، واستعملت بعد الصوف. صوف، إذا ندمجت كذا خامة مع بعض عشان تطلع بهالفخامة، تلبس المناسبات في حنة في هالوقت، ليلة حنة في هالوقت. تحاولين أنت تكملين مع عسيف، خصوصاً أن أنت لقيتي نجاح كبير من خلال مشاركتك معاها هالسنة، تحسين أنت بتكملين في المستقبل معاها ولا بيكون لك خطك الخاص؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله بيكون بين تعامل مره ثانيه، وبننزل كولكشن جديد ما راح نتكلم عنه، راح نخلي الموضوع شوي سري لما تكتمل الفكره ونطرح ان شاء الله المجموعه الجديده. كل التوفيق لكم هيفاء الساده والمصممه عسيف اللي دائما يرتبط اسمها باسم قطر، ونتمنى لكم ان شاء الله اكيد العالميه. بنات قطريات نفتخر بكم. Thank you.
فينا أتمنى أن تكون بشرتها بشرة نظرة حلوة مشرقة فيها نور بدون مكياج. نستخدم دائماً الماسكات والأقنعة علشان نحقق هالنتيجة، بس للأسف ما نلاقي النتيجة المطلوبة. اليوم باخذكم عند الدكتورة أمل الشايجي، تخصصها جلدية، بتقول لنا شو الطريقة الصحيحة وشو الحل. تعالوا معي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا 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 دكتورة. شلونك دكتورة؟ هلا مشعل. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. الله يسلمك دكتورة. هلا. دائما المرأة عندها هوس بشرتها بجمالها، ان البشرة تكون نضرة، ان البشرة تكون مشرقة بدون مكياج. شلون دكتورة ممكن تحقق المرأة هالشكل؟ طبعا للمرأة دائما تبحث مثل ما قلتي عن الجمال والنضارة. نعم. طبعا النضارة ما لها سن معين، يعني ممكن يبتدون البنات الصغار اللي هم في الثانوية، في الجامعة، متزوجة، آنسة. في طبعا وايد شغلات، في البلازما حق كل جزء في الجسم. احنا لما نتكلم نقول نبي نضارة البشرة ما نعني بس الوجه، الوجه، الرقبة، اليد، اجزاء كثيرة من الجسم اللي تحب المرأة انها تطلعها في مناسبات، مناسبات خاصة. عرس. اي طبعا مناسبات، كانت عروس مثلا. في عندي الليزر الكربوني اللي هو في سبكترا وفي منه الكيو سويتش. بعد هذا شغلات وايد حلوة، كل انواع البشرات، كل انواع البشرات. يمكن اللي حتستفيد منه بدرجة كبيرة اللي مسامها مفتوحة، لانه هو اصلا بعد من شغلته يسكر المسام، البشرة الدهنية. البشرة الدهنية تستفيد منه، حتى لو كان فيها حب شباب اكتف متهيج يعالجها، يعطيها نتيجة جدا رائعة. زين دكتورة. اي هذه معلومات يمكن جديدة. ها في عندك بعد ممكن جهاز السكارلت، جهاز الثرماج، اجهزه وايد. وفي عندنا الميزو. الميزو حلو على فكره. الميزو ثيرابي. اي الميزو ثيرابي ما جربته والله. وايد حلو، ويعني عباره عن فيتامينز. يعني البلازما مختلف تماما عن الميزو. البلازما دمج ارجع لك، الميزو اخلط شويه فيتامينز اللي هي تهمني حق البشره. طبعا هي حتكون عن طريق الاوبر. يمكن شوية مزعجة، ما أقول مؤلمة، لأن إحنا دائما نخدر الجزء قبل الحقن، نحط له أملا كريم وابتدي أعطي الأوبر حق المريض. دكتورة حضرتك قلتي إن أنتي بتجربين على وجهي الميزوثيرابي. الميزو إيه طبعاً، هجرب على وجهك مو على الشعر أو اليد. وما حناخذ وقت طويل إن شاء الله، 10 دقائق. يلا تفضل خلينا نشيل المكياج. طبعاً أشيل المكياج وأحط لك الأملا كريم ونبتدي الميزو إن شاء الله. يلا نبتدي دكتورة. تفضلي. تفضلي. يلا تعالي مشعل. يا دكتورة كله بيبين إن شاء الله النظارة. أكيد إن شاء الله بتبين. دكتوره شنو مكونات الابره هذه الحين ان شاء الله اللي باخذها؟ انا قلت لك الميزو ممكن اعطيه حق الوجه وحق الشعر وحق اليد وحق الرقبه حق الديكولتيه حق الظهر. كل جزء في الجسم لا فيتامينز معينه. فيتامينز معينه، مثلا الوجه اللي عندها مثلا حوالين العين سواد، هذا مهم جدا اتخلص منه. تحتاج جلسات ميزو، يعني ممكن يكون every 2 weeks or every 10 days على حسب حالتها. بالضبط. هحط لها مثلا فيتامين سي، هحط لها جلوتاثيون، الماده اللي هي اصلا تبيض المنطقه. عرفتي؟ واذا مثلا عندها كلف في الوجه نفس الشيء حيكون. انا دروان نتيجه ايش كثر تطلع دكتوره؟ شوفي هي النتيجه حق الـ 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 الاماكن القامجه تاخذ وقت بصراحه. امانه يعني اللي حوالين العين ممكن عقب جلستين ثلاث يبين الفرق، بس حق نظارة الوجه اللي هعتمد مثلا فيه على فيتامين سي ممكن شوية نحط هيالورونيك أسيد اللي موجود في البوتوكس،
حيبين على على طول، مثلا خلال 48 ساعة ماكسيمال. يعني لو انا عندي مناسبة تقدرين انتي تسوينها قبلها بيومين. حلو. بيومين اسوي لك الميزو واعطيك اياه، تكونين يعني حيبين حيفرق وايد معاك لما تيجي تحطين الميك اب. انا حبتدي الحين ان شاء الله. خليك شجاعه. ميزو. بسم الله الرحمن الرحيم. أحياناً الميزو يحرق شوية، مش يعور، يحرق شوية على أساس لو كان فيه، لأن أنا حاطة فيه فيتامين سي، ها؟ ففيتامين سي أصلاً شوية يحرق. أنت لو جربتي الكريمات العادية هتلاقينها شوية تحرق، تلسوع. في ألم؟ لا صدق والله؟ أنا تحمل ترى بس لا، كذي صراحة شهادة أعتز فيها. كله في سبيل الجمال يهون دكتورة. دكتورة يعني النضارة بس مو بحق النسوان أو البنات، يعني حتى الرجال ممكن. على فكرة إيه عادي، يعني البلازما والنضارة وليزر الكربون كل اللي ممكن يخطر في بالك المرأة تسويه الرجل يسويه. فأنا الحين هحط لك كريم بسيط علشان مدي الأحمرار. شوية الحمر طبعاً حيروح، ما راح يصير فيه حكة، يعني إن شاء الله ما مو من الآثار الجانبية مال الميزو إنه يكون فيه حكة. هو شوية الاحمرار، وإذا المريضة مثل ما قلت لك ما بلغناها أو نسيت خذت الفولترين أو أي أدوية مسيلة للدم حيكون في زريقاق. وما تعرض للشمس؟ طبعاً ما تعرض للشمس. ولا تحط ميك اب. ولا تحط ميك اب مدة 12 ساعة. 12 إلى 18 ساعة. حلو. وشكة إبرة و في النهاية تكون النظارة للبشرة. بالضبط. أنا حس أن وجهي مشدود. إن شاء الله حتشوفي الحين بالمنظرة، عشان يعني ما تقولين الدكتورة تبالغ أو تقص علي أو. الله ما شاء الله. بس أنت قلتي دكتورة بعد يومين، أنا حس الحين النتيجة بينت. طب الحمد لله كذي، يعني صراحة تشجعيني. ما شاء الله. إن شاء الله. تسلم يدك دكتورة، وأكيد إن شاء الله راح أجرب معك الأشياء الثانية. إن شاء الله عشان. حق نظارة. يا ريت والله. نظارة. ما شاء الله فعلًا ما شاء الله عليك وجهك جميل. شكرا دكتورة، شكرا على وقتك، شكرا. حياك الله. وأنا طبعًا أكيد أنصح كل سيدة وكل بنت تشوفنا تجرب الميزوثيرابي، ترى مو بمؤلم بس في النهاية نتيجته سريعة مثل ما أنتم شايفين. شكرا. حياك الله. أو النحاس أكثر شيء يزعجنا إحنا الأمهات، لما الأم تقول حق ولدها اكتب الواجب أو ادرس أو راجع، دائما تكون ردة فعل الطفل ما بي أدرس، لا ما راح أكتب الواجب. هني قدام الأم اختيارين، يا أما إن هي بتعامله بعنف أو إن هي بتعامله بلين. إذا عاملته بعنف أكيد راح توبخه وصراخ وضرب، وهذا اللي إحنا مش حابينه. أما إن هي تعامله بلين فهذا يحتاج منها صبر كبير. وطبعاً الأم تحتار شلون تتصرف مع ولدها العنيد، عشان كذي إحنا اخترنا أن تكون معنا مستشارة تربوية تساعدنا في حل هذه المشكلة. يا مرحبا فيك أستاذة مريم المالكي. يا هلا مرحبا فيك مشاعل. يعني صراحة موضوع
شيق، ومجتمعنا كله بحاجة لهذا، درست هذا الموضوع أو للتعمق فيه أيضا، يعني مش بس في لقاء، يعني نشر الوعي أكثر في التعامل مع الطفل اللي يسمونه عنيد. بس أنا يعني في علم النفس وعلماء التربية كلهم شطبنا كلمة عند وعنيد، واللي قلتيها نحيس مشطوبة من القاموس التربوي. بس هذا اللي احنا نستخدمه في بيوتنا ست مريم. للأسف ان احنا نستخدمه، وان شايع بطريقة كبيرة، ويعني يمكن نقدر نقول فوق 70% من مشاكل الأمهات، ما أقول مشاكل الأطفال، مشاكل الأمهات مع أطفالهم نتيجة إصرار الطفل وتمسكها بموقفها، ومن ناحية ثانية إصرار الأم وتمسكها بموقفها، فيصير عند نوع من الحرب القوية، يعني اللي تحتاج فعلا تدخل عشان يعني نحد من هذه الحروب اللي قاعدة تحصل في البيوت بين الأمهات وأبنائها. أستاذة مريم، لو رجعنا من البداية، الطفل لما يكون عنيد هل شيء مكتسب من الوالدين الأم والأبو وهو جنين، أو لما طلع للدنيا شاف أمه وأبوه يعاندون وينحسون، أو أنه هو من خلال التربية، تربيتي الولدي أنا قاعد أعلمه شلون يعاند؟ هو في الحقيقة الطفل ينولد ما يعرف شيء اسمه عناد، ما يعاند، وبعدين يعني بعد الولادة لنقول يعني يعتمد على أمه بطريقة كبيرة، يعني تغذي، تأكله، ترضعه، تلبسه، فما يحتاج أنه هو يرفض شيء. لكن مع بداية السنتين لما نلاحظ يبتدي الطفل يتكلم، يمشي، يأكل بنفسه، مستقل بنفسه، تبدأ عنده ظاهرة الاستقلالية، إثبات الوجود، إثبات الذات، فيبتدي يختار بعض الأشياء. اختياره لبعض الأمور في حياته تزعج الأم، تبي تلبسه على كيفها، تبي تأكله على كيفها، تبي تشرب على كيفها، تنيمه على كيفها. فالتضارب يمكن وجهة نظر الأم مع اختيار الطفل هو اللي سبب الإشكالية بين الطرفين. هني شلون تتصرف الأم؟ هل تتركه أن تقول أنا قاعد أكون شخصيته، أنه قاعد يختار لبسه أو يختار أكله، هل أتركه أو لا؟ هو المفروض أنه تتركه، بس مع التوجيه نسميه نقول الإيجابي. يعني الأم لما تتعامل مع الطفل شلون تتعامل معه؟ ما تقعد له يعني تعامل بالند بالند، هذه طفلي ولدي، يعني المفروض أنه تكون حنونة معه، المفروض أنه هي تبتعد عن الصراخ، تبتعد عن الأوامر، لأن أكثر شيء قاتل للطفل نفسية الطفل الأوامر، اللي هي افعل 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 سو قوم كل نام. يعني واحدة جاتنا تشتكي تقول عيالي ما يسوون واجباتهم منزلية. طيب شلون أنت يعني شلون أنت تقولين لهم سووا الواجبات أو حلوا الواجبات؟ كل أول ما يدخلوا من المدرسة على طول يلا بدلوا ملابسكم، كل واحد يروح بنفس الحركة، كل واحد يبتدي يحل واجباته، نتغدوا وحلوا واجباتكم. فالفكرة تقول لي يعني شنو الطريقة؟ يعني في طريقة ثانية أنا ما يعني أعطيهم، مثلا أقول لهم حلوا واجباتكم. ففعلا يعني الطريقة مطبقة ومنفذة وناجحة جدا مع الأولاد. لما أرجع أنا من البيت أكيد أكون يعني أنا أشتغل برا أو الأبي يشتغل برا، يرجع أكيد عنده مهام حق اليوم الثاني أو حق يعني فترة، حتى لو مهام في البيت ممكن أجمع عيالي على الغداء أقول لهم يلا اليوم أنا عندي هومورك معاكم مثلكم، من عنده اليوم واجب، من عنده هومورك، كل واحد من الأطفال بيقول أنا عندي، يلا ماما مع بعض خلونا نسوي واجباتنا لأن أنا مثلكم اليوم عندي واجب. فالطفل هنا يعني بيحس إن الأم تشاركة مش تعطي أوامر، فيعني كره الطفل للأوامر يخليه يعاند أحياناً، وأحياناً نوع من جذب الانتباه مثل ما قلت إثبات الذات، جذب الانتباه للأم. الأم يمكن ما تكون منتبهة له، يعني الطفل ايش يبي من الأم؟ يبي حنان، يبي حب، يبي رعاية، يبي اهتمام، يبي يحس أن أمه موجودة علشانك، أنه هو محور اهتمامي، أن أنت محور اهتمامي. نعم. يعني فإذا الأم مثلاً عندها طفلين أو ثلاثة وركزت اهتمامها في هذه الأطفال الثلاثة مستحيل تحصل أي مشكلة من البداية إذا أنا عطيتها وقتي. يعني لما أرجع أنا من الدوام أكون تعبانة، صح، ممكن يعني في بعض التقنيات بسيطة في البيوت المفروض إحنا يعني نتبعها، يعني الأم تخصص جلسة في البيت، جلسة استرخاء مثلا، زاوية من البيت تحط فيها كراسي استرخاء يعني مريحة، فيها زرع نباتات ظل، فيها ورد، فيها شموع، فيها روائح حلوة، فيها فتعطي طاقة إيجابية للطفل لما يقعد الطفل في جو مثل هذه، وتدخل معاه في حوار. يعني الشيء يعني أنا دائما أقول هدوء وطولة البال، إعطاء الطفل الاهتمام والحوار،
يعني فس اعطاء مجال كبير لنا نتكلم معه. اقول له قصص حلوه معبره، في شيء اسمه القصص الرمزيه، قصه عن طفل كان يذاكر وشلون تفوق وشلون هذا الطفل صار عبقري وصار مبدع ويعني اخترع اشياء وصار مخترع او صار طيار، او قصص رمزيه تخلي الطفل يكون نموذج في ذهنه. الرسائل السلبيه كلها نبعد عنها، خلينا نجرب يعني اكثر من طريقه، لان الفشل في توصيل رسالتي للطفل مش في 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 الرساله نفسها، الرساله ساميه، رسالتي انه طفلي يتفوق ويكون احسن الاولاد وكذا، لكن اسلوبي انا في توصيل هذه الرساله هو اللي فيه شويه يعني نقدر نقول لازم يتغير، لازم نغير الاسلوب. طب شنو السبب انه هو وصل للمرحله هذه اللي هي مرحله العند ان انا ما راح اكتب الواجب، شو اللي وصله؟ ما احنا قلنا يا اما يجذب انتباه الام او غير، طبعا يثبت استقلاليته اول شيء، يبي يثبت الاستقلاليه، هو مش عند، هو ما يعاند الام، هو يتمسك برايي ان انا والله، وهذه على فكره هذه الطفل الناجح، هذا الطفل المتميز، الطفل اللي ممكن يكون عبقري في المستقبل هو والله. اللي عاند والله الشخصيه السليمه هو اللي عاند. اذا عندك مشكله مع طفلك، الطفل الهادي السلبي اللي اوكي ان شاء الله ماما ان شاء الله كل هذه اللي يخضع للأوامر، هذه الطفل الغير عادي. نقول عنه مطيع وطيب وهادي ومؤدب. إذا هالشيء مرض يكون. مش مرض، بس ظاهرة غير سليمة للطفل. أيوة. لازم تكون طفل عنده لشخصيته، لأن بكرة أنت بتتركينه بيطلع في المجتمع بيحتك بناس، فإذا ما كان يقدر يدافع عن 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 كلمته، يقدر يختار، يقدر يتخذ قرار، يقدر يتحدى، فهذه كلها علامات التحدي، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، كلها مظاهر. الطفل الذكي، الطفل السليم هو اللي انت تقولون يعاند، انا اقول يتمسك برايه. كلمه اخيره استاذه مريم توجهينها حق الامهات، شلون يتصرفون مع الطفل العنيد؟ اول شيء واهم شيء الهدوء وضبط الاتزان، يعني ضبط الانفعال، الاتزان الانفعالي للام مهم جدا في خلق شخصيه سليمه. اثنين، إتاحة مساحة من الحرية للطفل في اختيار الأشياء اللي هو يحبها، يعني ليش أكله مثلا اليوم دجاج وهو يبي سمك، مثل ما قلت نعطي اختيارات، نعطي بدائل وهو يختار اليوم، نقعد مع بعض في أول أسبوع، اليوم السبت مثلا، احنا بكرة الأحد الأثنين، كل يوم نبي نختار أكل ناكلها مع بعض، ايش تختارون؟ يوم مثلا نطلع نتغدى برا والأيام الباقي أنت اختار حبيبي، الكلمات اللطيفة حبيبي أحبك، الضم. واحنا ما شاء الله يعني عندنا في لهجتنا يعني غنيه لهجتنا بالكلام الحلو، فديتك فديت عمرك حبيبي احبك اشتقت لك وحشني، هالكلمات المفروض يسمعها الطفل اقل شيء 5 مرات في اليوم، غير الضم التقبيل الطفل، هاي اشياء كلها تعوض احتياج الطفل. هذه الوقت اللي أنا أقضي معه يعوضه عن أشياء كثيرة جدا ويشبع عنده الحاجات المعنوية النفسية، فيهدي الطفل لما أفهم أنا سبب العناد عند الطفل، تقريبا قولي 80-90% من المشكلة انحلت وما عاد بيكون عندنا طفل عنيد. يعني إن شاء الله ما راح يكون عندنا طفل عنيد، في أمهات يعرفون يتعاملون مع طفلهم إذا قال لا. كل الشكر أستاذة مريم على المعلومات القيمة اللي عطتينا إياها. حلقتنا الجاية بتكون ترفيهية وفيها نصايح لرشاقتك ونماذج قطرية مشرفة. ألتقي فيكم في نفس الموعد الأسبوع القادم إن شاء الله، وقبل لا أروح انتبهي على نفسك وعلى صحتك وتصبحون على خير.